والمصالح في موجة من التساؤلات تطرح حول تاريخ وزيرة الثقافة السابقة غدة إشرافها على القطاع أسامة حجو. وزيرة الثقافة مهرجانات ومحافل ضخمة بذلت من أجلها أموال طائلة في عهد خليدة تومي، لكنها مثلت أكبر خيبة أمل للجميع، فالأموال صرفت في التفاهات وذهبت هباء منثورا حسب الفنانين والمهتمين بالمجال. قمت بأشياء كما نقولوا بوزيتيف وكاين أشياء نيجاتيف. تصرفوا الأموال كما أنا نعطيك مثال برك، في عهدها كاين أموال اللي راحت الأفلام من أنا ما على بالناش بها، وين راهم هذوك الأموال؟ نعطيك مثال تاع الأمير عبد القادر، ملايير نصرف وراه الفيلم أول، وهذه في عهد خالد التومي. السياسة الثقافية التي كانت على رأسها السيد خالد التومي كانت كارثية، ليس فقط فيما يخص تنظيم المهرجانات وإنما كذلك فيما يخص تطوير الفعل الثقافي بصفة عامة. تظاهرات سمتها الرقص والسهرات الماجنة والعشاءات الفاخرة والاستضافات المكلفة للفنانين من الخارج من كل حذب وصوب ودون جدوى، ما يرسخ فكرة الميزانية الضخمة والنوعية الرديئة لقطاع الثقافة أيام خليدة تومي على حد تعبير كثير من الفنانين. وسيدة خليدة تومي دارت واش دارت، دارت مهرجانات ودارت وكاين اللي استفادوا، وكاين ناس ما عندهم حتى علاقة مع الفن كانوا تما حاضرين، كاين ناس ما راهمش ممثلين حاضرين، ناس ما راهمش في هذا الميدان حاضرين، ولو ناس جايين من برا ويحضروا الفيستيفال ويحضروا المهرجانات، لكن الفنانين يسمي عليك سا سي تري غاف. لما خرجت المهرجانات والمحافل الكبرى عن دورها المنوط بها ولم توفي هدفها المنشود، بات تبذير المال وتبديد الملايير المملّيرة أمرا مباحا في عرف القائمين على قطاع الثقافة في عهد خليدة تومي. ختم الموعد الإخبارية، تغطية متواصلة من أول قناة إخبارية.